اليوم المواطن صار محروم حتى من المأتم، مجلس عزاء لا يستطيع. اليوم شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل والمجتمعات يبلغون ويترجون الناس في تأجيل مشروع إقامة مجلس عزاء لأي متوفي. وبالمناسبة أنا أيضا يعني أنبه الأخوان يعني ذوي الشهداء في أن لا تستغل مجالس الفاتحة لمزيد من المأساة ومزيد من الأعمال الإجرامية البشعة. هذا ليس واقع، يعني حقيقة اليوم محنتنا محنة كبيرة ومحنة يعني كارثية. اليوم بلد كله منكوب، العراق كله منكوب، لو استثنينا كردستان فكل العراق لم يخلو من القتل ومن الجريمة ومن الاستهتار ومن البطالة ومن الأوبئة، يعني حياة جحيمية حقيقية لا يمكن أن يرضى بها المواطن العراقي. طيب سيد فلاح، أنت تقول الحكومة تمتلك القوة، تمتلك المال، تمتلك العدد، ومع هذا آلة القتل ما زالت مستمرة تحصد أرواح العراقيين، حتى مجالس العزاء أصبحت مستهدفة. يعني هل الحكومة تتقصد بهذا الأمر؟ هل الجهات الأمنية تتقصد هذا الأمر؟ أنا لا أعتقد أن الحكومة تتقصد وتسعى إلى هذه السلوكيات العدوانية، ولكن الحكومة ميزتها وخلال 10 سنوات مضت يعني ميزات أساسية تقدر يعني تثبتها كمواصفات ثابتة لهذه الحكومة، إنها حكومة تقوم على عملية سياسية موبوءة وخلل بنيوي، يعني هناك أزمة بنيوية في التركيب لا يمكن لحكومة تتشكل بهذه الطريقة. ثانيا حكومة تستغرق يعني غارقة بالفساد، وللأسف إن الحكومة هي من تمارس الفساد ولا تكافح الفساد. مشروع الحياة بوجود هيئات، مشروع الحياة السياسية أقصد، بوجود هيئات سياسية ومؤسسات دولة مستقلة وترتبط ببرلمان وبإرادة شعب، هذا اختفى، تبخر هذا الحلم حقيقة، وتحولت القضية إلى حكومة مركزية يقودها مكتب اسمه مكتب رئيس الوزراء وهو له اليد المطلقة في كل الشؤون. هذه لا يمكن أن تبني لك مجتمع آمن، ولا يمكن أن تبني لك مشروع سلام، ولا يمكن أن تبني لك تنمية واستثمار وتطوير وحياة واقتصاد وحياة تعليمية وغيرها من مستلزمات الحياة الأخرى. هذه هي المشكلة الأساسية. حكومة يعني تتميز بالفشل السياسي، بالفشل الإداري، بالتستر على الفاسدين. حكومة غير قادرة على أن تبتكر رؤية وحلول لكل يوم أزمة جديدة تضاف إلى مسلسل الأزمات. أما أرواح البشر وهي الحالة الأثمن باعتبار الإنسان هو أثمن رأسمال، فهذه قضية مهدورة ولا أحد يفكر بها ولا أحد يكترث. في يوم واحد سقط 400 مواطن في مدينة الصدر لم يهتز شيء أو طرف للحكومة، ويخرج رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان يقول كل هذه الضحايا وكل هذه الأعمال الإجرامية لم يهتز طرف للمالكي أو لم تهز شعرة للمالكي. هكذا التعامل مع أرواح الناس، يعني ما يصير. أكو حدود أخلاقية على الأقل في التعامل مع الجريمة، مع المشكلة، مع المأساة. ناس تكالى وناس محرومين وأيتام، واليوم عندنا أرقام تاريخية وأرقام كونية بعدد الأرامل وبعدد الأيتام وهدر وسرقة أموالهم الطبيعية وحرمانهم. أنت تتحدث عن نسب متزايدة للبطالة، الجريمة صارت تنتشر في مدن كانت وما يعني كانت لسنوات طويلة مدن آمنة ومدن يتحقق فيها بعد عشائري ونزعة تسامح وكرم، مثل مدن جنوب أقصد يعني بالتحديد، مثل الكوت والناصرية والسماوة والديوانية والبصرة، صارت مفتوحة وصارت بيئات مناسبة للفعل الإجرامي أو الإرهابي. أنا لا أقصد فقط الإرهاب أن تكون في القاعدة، أي فعل ضد مصلحة الناس ويهدد أمن وسلام المواطن هو بالنتيجة فعل إرهابي. وهذا ما يحصل اليوم. المواطن حينما يجد نفسه منزوع من كرامته، منزوع من حقوقه، منزوع من الرعاية المجتمعية، يتحول إلى طاقة انتحارية ضد المجتمع، لأن هذا المجتمع لم يقدم له يد الرعاية ولم يمنحه الحنان ولم يسأل عنه ولم يتابع احتياجاته الإنسانية الطبيعية والبسيطة. نحن نحتاج إلى عقل في السلطة يستوعب هذه الأسئلة ويضع لها حلول. ليس لدينا عقل سياسي إداري ناجح، لدينا عقل مأزوم يشتغل بافتعال الأزمات وصناعة الأزمات
ويتعامل بمبدأ استعمال القوة أو استعمال يعني القوة الغاشمة في الحوار مع الآخر، وليس الحوار العقلاني المتفهم المحتوي للآخر. هذه أسباب أزمتنا المركزية أو الجذرية. سيد فلاح، أرجو أن تبقى معي. سيد فلاح، دعني ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف السيد محمد إقبال، النائب عن محافظة نينوى. أهلا بك سيد محمد. أنت كنائب عن محافظة نينوى، ما هي المعلومات المتوافرة لديكم حول جريمة اليوم في مركز مدينة الموصل، المركز التجاري سوق السرشخانة؟ نعم سيد محمد. في البداية دعني أعزي عوائل الضحايا وأعزي قناتكم الموقرة على هذا الحادث الأليم. حقيقة المعلومات التي توافرت هي في حدود المعلومات التي يتحدث بها الناطق باسم وزارة الداخلية، ليس هناك معلومات جديدة في هذا الموضوع. نحن بانتظار نتائج التحقيق وسنتابع من جهتنا هذه النتائج، على الرغم من أننا لا نعلق آمال كثيرة على هذه التحقيقات، لأنها عادة ما تنتهي إلى إجابات مثالية وإجابات معروفة تتكرر في كل التحقيقات، ولكن نعتقد أن هذا التزام أخلاقي ينبغي أن يتم التحقيق وأن نصل به إلى نتائج. نعم. وهل ستلتزمون بالجانب الأخلاقي وسماع هذه الكليشة المستمرة من قبل الجهات الأمنية كما تقول، وكما ذكر السيد فلاح المشعل أن الإرهاب وأن المجامع المسلحة هي وراء هذا الموضوع؟ يعني نريد أن نصل إلى الحقائق، سواء هذه الجريمة أو غيرها من الجرائم التي يستهدف يوميا فيها المواطن العراقي. متى سيتحرك المسؤول العراقي تجاه هذا الأمر؟ الإشكالية الكبيرة في اختلاط الأوراق وتعدد المرجعيات الأمنية والتداخل الكبير بين الأجهزة الأمنية وفي إنتاج شماعات كثيرة تعلق عليها الأخطاء. اليوم أي جهة أمنية من السهل جدا أن تتملص وتتخلص من أي تقرير بأن تلقي باللائمة على المجاميع الإرهابية أو على القاعدة أو على الميليشيات أو غيرها دون الإفصاح عن الأسماء والأشخاص والحلقات التي ترتبط بها وما هي الدواعي من خلف الجريمة. هذا للأسف أصبح سمة في التحقيقات الأمنية. نحن نعتقد أن الأجهزة الأمنية لديها مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، وهناك تقصير كبير من خلال عدم جاهزية الأجهزة الأمنية للعب دور كبير في تأمين المواطن أينما كان وبشتى يعني التصنيف، سواء كان إعلامي أو غير إعلامي. حتى المواطن العادي ينبغي أن يوفر له الأمن، ولكن الأجهزة الأمنية إما تقع فريسة الاختراق أو فريسة عدم الجاهزية. كثير من عناصر الأجهزة الأمنية لا يعرف ما هو واجبه ومنشغل بجهاز الموبايل أو غيره. هذا طبعا لا، حتى نكون عادلين، في نفس الوقت هناك عناصر جيدة وأداء جيد، ولكن الصفة التي أصبحت غالبة أن هناك نوع من الأمن الوهمي، الأمن غير الحقيقي من خلال تواجد السيطرات والحواجز الأمنية، ولكن حقيقة الشوارع الجانبية والحارات والمحلات الأمن فيها مفقود تماما، خاصة في المنطقة التي تمت فيها هذه العملية. من المعروف جدا أن جميع الشوارع الجانبية هي غير مؤمنة، وبالإمكان إجراء أي عملية في هذا الشارع العام ثم الهرب إلى الشوارع الجانبية. ولماذا غير مؤمنة سيد محمد؟ مليارات الدولارات تصرف على المؤسسة الأمنية، لماذا هذه المناطق غير مؤمنة وغيرها من المناطق أيضا غير مؤمنة؟ أنا أعتقد أنه الخلل في الاستراتيجية الأمنية وفي إدارة المشروع الأمني إذا صح التعبير. الاستراتيجية الأمنية لا زالت قائمة على وضع الحواجز وعلى الهيئة العسكرية أو الأمنية بتواجد الأشخاص الأمنيين بزيهم الرسمي في الشوارع ومحاولة إعاقة السير وتطويق المناطق. ليس هناك إشاعة لثقافة الأمن. العلاقة سيئة جدا بين المواطن وبين الأجهزة الأمنية. المواطن لا يستشعر أن هذه الأجهزة قريبة منه، وبالتالي هو لا يدلي بأي معلومات إلا بحدود ضيقة، لا يتعاون في هذا الجانب. الأجهزة الأمنية فقدت المواطنين إلى درجة كبيرة من هذه الناحية. الخطط الأمنية أصبحت خطط رتيبة وتقاد من شخصيات هي في الأغلب شخصيات عسكرية اعتمدت في خططها على خطط الميدان العسكري، والتي تتعامل مع المقابل على أنه عدو، تنطلق من موضوع مسك الأرض ووضع الحواجز. وهذه خطط لا تصلح في العمل الشرطوي، في العمل الذي ينبغي أن يكون مع الجهات الإجرامية التي تعتمد من المفترض على المعلومة الاستخبارية. والمعلومة الاستخبارية معروف جدا أن أفضل مصدر وأكبر مصدر لهذه المعلومة هو المواطن، ولكن إذا ما فقدت أنت المواطن بالتأكيد ستكون في عزلة، وأعتقد أن أجهزتنا الأمنية في عزلة.
كبيرة. نعم السيد محمد إقبال النائب عن محافظة نينوى، شكرا جزيلا لك. كلمة أخيرة سيد فلاح، هل هو كبيرة بين المواطن والمؤسسة الأمنية؟ هكذا يصفها سيد محمد إقبال. نعم سيد فلاح. نعم يعني إذا هكذا هو رأي البرلمان بوظيفة أو إنجاز الحكومة بالجانب الأمني، فيعني هذا هو اعتراف حقيقي بالفشل. وبما أن الحكومة هي إنجاز لهذا البرلمان فالفشل ينسحب على البرلمان أيضا. يعني هذا الكلام اللي تفضل به الأخ النائب محمد إقبال لا يغني ولا يكفي ولا يرد ولا يحل المشكلة، إنما هو ينورنا بواقع الحال. هذا الواقع معروف اليوم، المواطن لديه بل شعور ليس غير متعاون وحسب، وإنما لديه شعور بالكراهية أزاء المؤسسة الأمنية بسبب أنه يشعر بأنها مؤسسة لا تقوم على حمايته أولا، ثانيا هي تسبب له إزعاج يومي عبر السيطرات والتفتيش الذي لا جدوى منه، ثلاثة وهذا أمر مهم جدا أن الكثير من وسائل القتل تمت من خلال هذه المؤسسة عبر أجهزة كشف فاشلة وإهمال كامل لهذا الموضوع. ليس هناك اهتمام من قبل المؤسسة الأمنية ولا من الحكومة ولا حتى من البرلمان بأرواح الناس. البرلماني يصف الجريمة وكأنه مراسل صحفي أجنبي زائر البلد، وليس كأنه هي قضية. يعني يفترض البرلمان كل يوم له وقفة وله تحدي وله مراجعة وله محاسبة، باعتبار أن وظيفته هي وظيفة رقابية ووظيفة حسابية ومتابعة إنجاز السلطة التنفيذية. لدينا مشكلة كبيرة حقيقة وعويصة، وهذه صور حقيقة للأزمة البنيوية الكبيرة التي تحدثت عنها في بادئ الأمر. نعم السيد فلاح المشعل الكاتب والصحفي العراقي، شكرا جزيلا لك. واشكر ايضا ضيوفي السيد محمد إقبال النائب عن محافظة نينوى والسيد العميد سعد معان الناطق باسم وزارة الداخلية، وكان معنا ايضا في بداية البرنامج عبد السميع عزاوي مدير مكاتب الشرقية نيوز في العراق. وقت البرنامج انتهى، الى اللقاء.